احنا معانا على التليفون الدكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. يا فندم اهلا بيك. اهلا وسهلا. شايف ازاي الاجراءات اللي اتخذتها الدوله لمواجهه فيروس كورونا، وهل احنا محتاجين لاجراءات اخرى؟ يعني عايزين نوصل لالتزام اكبر، مطلوب ايه يا دكتور؟ يعني اولا الدوله ودي من المرات القليله جدا في تاريخنا احنا كناس احياء، يعني إن نلاقي الدولة أكثر إنسانية من المواطنين، ودي من الحاجات اللي الواحد بيستغربها. يعني الدولة تصرفت بإنسانية، طبعا تليق بشخص قائدها، لكن كمان الواحد كان يتوقع إنه الناس تستوعب إنه السلوك غير التقليدي من الدولة، لأنه الخطر فعلا داهم وما هو قادم صعب، ويعني ربنا يسترها. لكن الواضح ان احنا معانا جائحة زي ما بيقولوا، او مرض منتشر ومعدي وسري، ما بيقولش عن نفسه، ده مش زيه زي الانفلونزا والامراض التانية اللي احنا عرفنا. الواحد مثلا مناخيره كبيرة كده احمرت وعمال يطلع اصوات ويكح وكده، هو ما بيعملش كده. هو انت بتفضلي 14 يوم واحد ماشي عمال ينتقل من مكان لمكان لمكان، ينشر المرض واحنا ما نعرفش عنه حاجه. تاني حاجه، مرض ملوش علاج، وبالتالي مش زي الامراض التانية اللي ممكن ناخد اسبرين ونقعد في البيت شويه ومش عارف ايه، لا، في مشاكل كتير مرتبطه بيه. وتالت حاجه، زي ما حضرتك اشرتي وزي ما كل الضيوف بيقولوا، زي ما الاطباء اللي احنا في اللحظه دي بنتعلم منهم بيبلغونا، ان احنا بنقتل الناس اللي حوالينا كبار وصغار، وبنعرض حياتهم للخطر. والدوله اللي بتتعامل معانا في هذه اللحظه بانسانيه قد تضطر انها تفرض علينا ما لا نحب، انما لانها مش هتقبل انه الامراض تنتشر او المرض ينتشر لدرجه يعني نفقد معها اعداد كبيره من الناس. خطوره ده ايه؟ يعني انا عارفه ان في خطوره صحيه، لكن قول لنا ايه خطوره ان المرض يقعد وسطينا مده طويله، انه ينتشر اكتر؟ الحياه تقف، الحياه بكل معانيها، الحياه في الادب والفن والثقافه والاقتصاد واكل العيش يعني احنا الحمد لله، يعني كما تقول الدوله، وهنا بناتي الحاجه مهمه حصلت الفتره اللي فاتت وكنا بننتقد عليها داخليا وخارجيا من بعض الاصوات، يعني مش اغلبيه ولا حاجه. الحمد لله ربنا مدينا قوات مسلحه عندها مزارع وعندها مصانع وعندها تقدر تمدنا بعدد مهول من الوجبات والاكل والشرب والسمك واللحمه والاخر، قواتنا المسلحه الحمد لله في هذه اللحظه درع واقي لينا بالفعل، ومع احترامي طبعا يعني واحده من مآسي الدول الاكبر مننا والتاريخها في الصناعه والزراعه اكبر مننا، انه القطاع الخاص هناك متكاسل على انه يمد يد العون للمجتمع. عشان كده بنشوف اعانات البطاله والناس بتقدم وتقول احنا مش لاقيين شغل ولا اخره. احنا النهارده عارفين طبعا في قطاع خاص وطني وفي ناس ولاد حلال وفي ناس هتساعد، انما احنا برضه عارفين ان بفضل الله تعالى عندنا قوات مسلحه زي ما الرئيس كان بيقول، يعني ادت واجبها على خير وجه فيما يتعلق بمعركة البقاء وكمان في معركة البناء. فقطعا مش هتفكر مرتين إذا كانت تساعد المجتمع ولا لا، بس برضه المجتمع يساعد نفسه، لأنه في النهاية إحنا كأفراد علينا مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه المحيطين بينا بدءا بأسرنا. فالمنطقي أرجوك يعني ما تستهترش، أرجوك ما تستخفش، واحد صديقك وحبيبك واخوك ولا اخره، انما هو من غير ما يعرف هيكون بينقل لك مرض انت تنقله لحد تاني والتالت وعاشر، ويموت في النص اللي بيموت ويعيا اللي يعيا. ومش عايزين يعني نفترض احنا عندنا بعضنا، مش هقول كلنا، بعضنا عنده نزعه استثاليه انه يتعامل مع الامور باستخفاف، انه مش فارقه معاه الحياه من الموت، مش فارقه. طب انت مش فارقه معاك الحياه من الموت، انت عايز تنتحر انتحر، بس ما تموتش الناس الثانيه يعني. صح. في ذمتك يعني، وهتتحاسب عليهم، لان انت في بعض الامور يعني بتحمل مسؤوليه انه تضيع من يعول. في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فانت بتضيع اللي بتعولهم، الناس اللي انت مسؤول عنهم انت بتضيعهم، بتقتلهم يا دكتور معتز. بالظبط كده، بتقتلهم. واحنا ما احناش يعني بمعزل عن العالم، احنا معظم يعني ما هو المرض ده مش ما اتولدش في مصر، المرض ده جالنا من ناس تانية جات، سواء اجانب او مصريين كانوا في الخارج،
واتنقل من واحد للتاني للعاشر، ربنا استر معانا لغايه دلوقتي، اللهم لك الحمد والشكر ان احنا عارفين نقف على رجلينا، ومناعتنا جيده، مناعتنا الشخصيه لحد بعيد، ومناعتنا المجتمعيه، ومناعتنا كدوله. بس برضو ما هو يعني انا اقدر استحمل نموجه مثلا ارتفاعها 30 سم 50 سم 100 سم متر، لكن 5 متر 10 متر لا، ما البلد هتقع. ولو وقعت لا قدر الله، ان شاء الله مش هيحصل، هتبقى المشكله اكبر من كده بكتير. فاحنا بنقول للناس زي ما بنقول لانفسنا، انا والله بحاول قدر ما بستطيع اني ما اسلمش على حد، ولا يعني عايز اقول لك انا تقريبا ما اسلمش على حد بقالي فتره طويله جدا. بنحاول من بعيد، بحاول ما اقربش ايدي. بالظبط. خلينا نقول للناس، طيب اللي شايفنا بيقول طب انتوا عايزين مني ايه؟ يعني انتوا ايه المطلوب مني ان انا اعمله؟ ايه اللي مطلوب صحيح من الناس ان هي تعمله علشان نساعد نساعد بعض انه الفيروس ما ينتشرش؟ هو اولا ده وقت العلم، ده ما هوش وقت لا ان احنا نهزر ولا نقول نكت ولا ده على سبيل التسريه، انما ده وقت العلم. احنا نقف امام علمائنا من الناس اللي بتدرس والاطباء والقائمين على كل الامور اللي علاقه بعلم الميكروبات، بيقولوا لنا بمنتهى البساطه خصائص هذا الميكروب انه بينتقل من شخص للاخر، وبالتالي لو انت ما قابلتش ناس جديده، فضلت في بيتك في وسط مع عيلتك واسرتك الصغيره وما نزلتش حد منهم، يبقى المرض مش هيخبط على بيتك يقول لك انا جاي غصب عنك. فده رقم واحد، ما تنزلش. ولو مطلوب منك انك تنزل، احتاط جدا. الاحتياط يكون انك ما تقربش من ناس ثانيه، ما تسلمش ولا احضان ولا بوس ولا الكلام ده كله، لان كل ده وارد انه يترتب عليه يعني مرض. يضاف لكده لو لمست حاجه، لو انت تشتري حاجه من السوبر ماركت، لو بتشتري عيش، لو كذا وكذا، مش تلمسه وتحط ايدك على بقك، ما هو ايدك على بقك، ايدك على عينك، ايدك على مناخيرك، انت لو لا قدر الله في مرض، فالمرض ده اتنقل لك فقدر المستطاع. لو لمست حاجه خليك يعني حذر. انا احيانا بلبس النظاره وبلبس الكمامه مش علشان انا خايف يعني الكمامه تحميني او مش تحميني، بس تفكرني ما احطش ايدي لا على بقي ولا على مناخيري ولا على عيني. صح. الكمامه هنا مش وظيفتها في ذاتها انها تمنع عن الميكروب، لان انا فهمته من اساتذتنا وعلمائنا واطبائنا انه مش بتنقل كده بالنفس، لكن هو بيفكرني ان ما احطش ايدي على بقي، ما احطش ايدي على عيني، ما احطش ايدي على مناخيري، وده مهم جدا. يضاف لكده لو جبت حاجه من بره، اول ما تروح البيت حاول انك انت تعقمها قدر المستطاع. ازاي بقى الفيديوهات السوشيال ميديا، ازاي انك انت ما تخليش الحاجه تنقل مرض، ماشي ولادك يجروا بسرعه على الكيس اللي انت جايب فيه خضار وشوكولاته ومش عارف ايه، لا لا اهدى بس شويه كده، الحاجات دي لازم تتنظف ولازم تاخد بالك منها، والعيش والحاجات دي بتتسخن علشان فابذل كل يعني احنا ربنا ما يقدر على قدر ربنا، بس احنا نعمل اللي علينا. فاحنا قدر المستطاع ما نبقاش ناقدين. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور معتز بالله عبد الفتاح، شكرا جزيلا طبعا لحضرتك.